شكرا سيد الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا لكم السيد النائب المحترم على إثارة الموضوع. اليوم صراحة إذا أجبتكم بلغة الأرقام والمعطيات التي تملكونها كنواب منذ المناقشات المستمرة حول هذا الموضوع في البرلمان، قد يكون شيء خارج السياق، لأنه منذ إحداث المندوبية العامة السجون وعادات الإدماج وهناك مؤشرات تحسن بلغة الأرقام منذ 2008، أي منذ الحكومة السابقة. اليوم نملك معطيات أخرى تؤكد بأن هذه المقاربة الكمية المادية ما كافياش تحل المشكل، لأن معضلة السجون مرتبطة بواحد المعادلة صعبة حيث التوازن ديالها والحل ديالها وكيفاش تجمع ما بين الأمن والانضباط، لأن المجتمع عندما يقيد حرية أعضائه وأبنائه وبناته فلكي يأمن مخاطرهم، وفي نفس الآن كيف تحمي كرامتهم وتحمي حقوقهم، وفي نفس الآن كيف تدمجهم بعد أن عبروا هذه المرحلة من تجربة السجن. قبل ذلك هناك سؤال، كيف جاءوا إلى السجن؟ إذن اليوم عندنا مجموعة من التقارير كتحطنا قدام صورة جديدة من حيث المسؤوليات والمقاربة برمتها. اليوم يتأكد أنه نحتاج إلى مقاربة تشاركية تمر عبر حوار مسؤول في مستوى عالي يشرك كل الفاعلين. اليوم عندنا تقرير ديال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عندنا تقرير ديال اللجنة البرلمانية المحترمة اللي اشتغلت على الملف، عندنا اليوم وهذا شيء مهم أيضا في إطار انفتاح الحكومة على المجتمع المدني، عندنا اليوم مذكرة ديال مجموعة من الهيئات ديال لجنة التنسيق حول السجون اللي فيها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المنتدى المغربي من أجل الحق والإنصاف، منظمة العفو الدولية فرع المغرب، المرصد المغربي للسجون، مركز حقوق الناس، جمعية عدالة، المركز المغربي لحقوق الإنسان إلى آخره. هذا نسيج وتنسيقية وطنية ولجنة التنسيق عندها اليوم مع الحكومة مشروع حوار. إذن لن أدخلكم في لغة الأرقام وماذا أنجز على مستوى الصحة والتغطية والجانب ديال التغذية إلى آخره والبنايات ومساحات كل سجن. اليوم سنعبر إلى حل ديال المرحلة من خلال مقاربة تشاركية تنبني على الحوار، ونحن اليوم إن شاء الله نشتغل على التحضير لهذا الحوار الوطني حول قضية المجتمع السجني. شكراً.